قال رحمه الله: قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية الكريمة جامعة لمعاني حسن الخلق مع الناس وما ينبغي للعبد سلوكه في معاملتهم ومعاشرتهم، فأمر تعالى بأخذ العفو وهو ما سمحت به أنفسهم وسهلت به أخلاقهم من الأعمال والأخلاق، بل يقبل ما سهل ولا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم ولا يكلفهم ما لا يطيقونه، بل عليه أن يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وعمل وخلق جميل وما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم وعما أتوا به وعاملوه به من النقص، ولا يتكبر على صغير لصغره ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف وما تقتضيه الحال الحاضرة وبما تنشرح له صدورهم، ويوقر الكبير ويحن على الصغير ويجامل النظير. هنا أورد رحمه الله هذه الآية التي وصفها وأيضا وصفها بهذا غيره من أهل العلم وأئمة التفسير أنها جامعة لمعاني حسن الخلق، والآية مع وجازة ألفاظها أتت على جوامع هذا الباب، باب حسن الخلق والتعامل مع الناس، فذكر فيها القواعد التي تبنى عليها المعاملة بين الناس. والآية تتكون من جمل ثلاث، كل جملة قاعدة في باب التعامل، كل جملة من هذه الثلاث قاعدة في باب التعامل: الأولى خذ العفو، الثانية هو أمر بالعرف، الثالثة هو أعرض عن الجاهلين. فهذه ثلاث قواعد عظيمة جدا أتت على جوامع هذا الباب، باب حسن الخلق والتعامل مع الناس. ومن وفقه الله لفهم هذه الآية والعمل بها فهو على خلق عظيم. من وفقه الله لفهم هذه الآية والعمل بها فهو على خلق عظيم، لأنها أتت على جوامع الأخلاق، والتفاصيل التي تتعلق بالأخلاق مردها إلى هذه الكلمات الجوامع في هذه الآية العظيمة. الأولى خذ العفو، الأولى خذ العفو. قال الشيخ رحمه الله في تفسير ذلك، قال: هو ما سمحت به أنفسهم وسهلت به أخلاقهم من الأعمال والأخلاق. العفو أي ما سمحت به نفوس الناس. خذ العفو يعني لا تنتظر أن من تلقاهم من الناس وتتعامل معهم من قريب أو بعيد، لا تنتظر منهم مستوى واحد في الأخلاق، لا تنتظر ذلك، لا تنتظر منهم مستوى واحد في الأخلاق، حتى لو عاملتهم بأحسن معاملة وأطيب معاملة وأزكى معاملة، لا تنتظر أن يكونوا على مستوى واحد في الأخلاق، لأن الناس طبائع وأجناس ومعادن وشأنهم مثل الأرض، كالأرض التي تمشي عليها، منها أرض سهلة ومنها أرض صعبة حزن شديدة، لكن الإنسان يكيف نفسه على الأحوال كلها، والمعاملين يعاملهم بما سمحت به أخلاقهم، يأخذ من كل إنسان ما سمح به خلقه، فمن الناس اللين السهل السمح اللطيف الرفيق، ومنهم الغليظ ومنهم الشديد ومنهم المندفع إلى آخره، يتفاوتون، فهم ليسوا على صفة واحدة أو على قدر واحد في الخلق. إذا استوعب المرء ذلك تحسنت معاملته مع الناس، إذا استوعب هذا المعنى تحسنت معاملته مع الناس. فإذا عامل شخصا
ووجده مثلا في غلظة أو في شدة أو في اندفاع، وعرف أن هذا طبع له، يعرف أن هذا مستوى، هذا الذي تسمح به نفسه. أحيانا يا أخوان في أمر مهم جدا، بعض الذين تعاملهم قد يكون سبحان الله وأنت ما تدري، قد يكون معه بعض الأمراض، السكر، ضغط الدم، يكون في الداخل أصلا في مشكلة، قد يكون في مشكلة يعاني منها في الداخل، نفسه تثور، ليس فقط منك أنك أغضبته، قد يكون الموقف الذي حصل منك يعني سهل في المقامات المعتادة، لكن بسبب معاناته هو والأمراض التي في داخله يشتد الأمر عنده بسرعة ويتحفز بسرعة وينفعل بسرعة. فهذه الآية تهدب، هذه الآية تهدب المرء في التعامل، خذ العفو، خذ العفو، يعني ما سمحت به طبائع الناس، أخلاقهم، أحوالهم، صحتهم، قدرتهم في التعامل، لا تنتظر منهم أن يكونوا كلهم على ساق واحدة أو على قدم واحدة في التعامل. أحيانا يعني من تعامله قد يكون مستواه جيد في الخلق، لكن في وقت ما يكون في مشكلة مع نفسه، معاناة، فلا يحسن بسبب المشكلة التي مع التعامل. خذ العفو، دائما عود نفسك أنك تأخذ يعني ما سمحت به طبائع الناس، وفي كل موقف تؤدي الواجب عليك، إن كان خلقا حسنا قوبلت به فتثني على من قابلك بخلقه وطيب معاملته، إن كان غلظة وشدة تعفو عنه وتلاين الموقف، وتكون سببا في أن يلين خلقه وأن تتهذب نفسه، لأن هذا الذي سمح به طبعه وسجيته أو حاله أو صحته إلى آخره. فهذه حقيقة قاعدة سبحان الله متينة جدا في هذا الباب، وكثير من الناس بسبب عدم استيعابه لها يعامل بالندية، ندا والخصومة مباشرة، إن غضب يغضب، إن غضب هو غضب لأسباب عنده هو تخصه، ما علاقتك أنت أنك تقابل غضبه بغضب، هو عنده مشكلة، مثل ما قلت قد يكون مرض، قد يكون مثلا مشكلة في نفسية أو شيء منها، أنت مالك علاقة، غضب هو يغضب، أنت ابقى على لينك وعلى طيبك وعلى هدوءك حتى تساعده أيضا أن يتخطى المشكلة التي هو فيها. فهذا خلق رفيع جدا عالي، يعتبر من جوامع ما يتعلق في باب الخلق والتعامل، وهو ليس سهل على النفوس، النفوس دائما تريد الانتقام، تريد أن لا يتكلم معها بغلظة، تريد تدافع عن نفسها إلى غير ذلك، لكن هذا يهدب، خذ العفو، هذا يهدب الإنسان في تعاملاته. يقول في تفسير العفو: هو ما سمحت به أنفسهم وسهلت به أخلاق من الأعمال والأخلاق، بل يقبل ما سهل ولا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، ولا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، ولا يكلفهم ما لا يطيقونه، بل عليه أن يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وعمل وخلق جميل وما هو دون ذلك. إذا كان الخلق جميلا تشكره على خلقه، تثني عليه، إذا كان دون ذلك في طريقة أخرى هي أيضا من الأخذ بالعفو، تجاوز عن تقصيرهم، غض الطرف عن نقصهم وعما أتوا به وعملوا بالنقص، كل هذه يجتهد الإنسان أن يهيئ نفسه في التعامل مع الآخرين بأن يكون بهذه الصفة. إذا كان كذلك تتحقق هذه المعاني التي يذكرها الشيخ آخرا
يوقر الكبير، يحنو على الصغير، يجامل النظير، لا يتكبر على صغير لصغره، ولا ناقص عقل لعقله، ولا لفقير لفقره، فهو على سجية عظيمة رفيعة عالية في التعامل مع الناس، مبنية على هذه القاعدة الأولى في الآية: خذ العفو. القاعدة الثانية: قال رحمه الله: قال تعالى: وأمر بالعرف، وهو كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم ديني أو دنيوي أو نصيحة أو حث لهم على خير من عبادة الله وصلة رحم وبر الوالدين وإصلاح بين الناس أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية أو تحذير من ضد ذلك. هذه القاعدة الثانية: وأمر بالعرف، يعني عود نفسك دائما أن تكون على هذه الصفة، كل ما تتكلم به مع الناس في خير لهم، إما خير دنيوي في مصالح الدنيا أو ديني من إصلاح أو دلالة إلى خير أو دعوة أو إرشاد أو نصح أو موعظة أو تذكير أو زجر عن معصية أو غير ذلك. فيعود المرء نفسه أن يكون كلامه مع الناس أمر بالعرف، والعرف هو المعروف الحسن الطيب من القول، وهذا من كمال الخلق. كمال الخلق، لأن أكثر ما يؤتى للمرء في باب الخلق من لسانه، أكثر ما يؤتى المرء في باب الخلق من لسانه. القاعدة الأولى في الآية هي تتعلق بما يصلك من الناس، كيف تتعامل معهم فيه. القاعدة الثانية: فيما يصل إلى الناس منك كيف يكون؟ خذ وأمر بالعرف، فوطد نفسك دائما أن يكون ما يصدر منك تجاه الناس هو عرف معروف حسن طيب، لا شر فيه، لا أذى فيه، لا مضرة فيه. فأكثر ما يؤتى المرء في باب الأخلاق من اللسان. اللسان آفة، ويجر على صاحبه شر عظيم. إذا أصبح، جاء في الحديث: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. خذ العفو قوله وأمر بالعرف، هذا ضبط للسان في التعامل. وأمر بالعرف ضبط للسان في التعامل مع الناس، أن يكون القول الذي يصل إليهم منك قولا معروفا، كلاما سديدا، قولا طيبا نافعا حسنا مفيدا. القاعدة الثالثة في قوله سبحانه وتعالى: وأعرض عن الجاهلين، هذه أيضا قاعدة عظيمة جدا في هذا الباب. قال رحمه الله: قال رحمه الله: ولما كان لابد للعبد من أذية الجاهلين له بالقول أو بالفعل، أمر الله بالإعراض عنهم وعدم مقابلة الجاهلين بجهلهم. فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه، فبذلك يحصل لك من الثواب من الله، ومن راحة القلب وسكونه، ومن السلامة من الجاهلين، ومن انقلاب العدو صديقا، ومن التبوؤ من مكارم الأخلاق أعلاها أكبر حظ وأوفر نصيب. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها أي يوفق لها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولنقتصر في هذا الموضوع على هذه الآيات، ففيها الهدى والشفاء والخير كله. هذه القاعدة الثالثة من قواعد التعامل وحسن الخلق: الإعراض عن الجاهلين.
والناس فيهم من فيه جهل، وجهله يظهر في تعامله، يظهر مثلا يحرم أناس من حقوق، يظلم، يقطع رحم، يسيء القول، يكون بذيئا في لسانه وفي كلامه وفي أقواله. هذه كلها يعلم العاقل أنها من صفات الجهل، يعلم العاقل. فينبغي على المسلم أن يعرض عن هذه الصفات، صفات الجهل وصفات الجاهلين، يعرض عنها، يربى بنفسه أن يكون متعاملا بها، حتى لو عومل بالجهل لا يعامل الجهل بجهل مثله، ولا السفي بسفه مثل سفه، ولا بذيء القول ببذاءة في القول مثل بذاءته، بل يعرض عن الجاهل وجهله، عن السفي وسفهه، يعرض عن ذلك، ويمضي رفيعا بالخلق الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى وحله به. قال الشيخ: لما كان لابد للعبد من أذية الجاهلين له بالقول أو بالفعل أمره الله بالإعراض عنه، والإعراض هو السلامة، الإعراض هو السلامة. إن وقفت وجها لوجه مع الجاهل وصادمته وأنت متعود على الطيب واللين إلى آخره، سترى منه شيئا يسوءك ويتعبك، لكن إن دفعت بالحسنى سلمت، وربما أيضا تحول إلى صديق حميد. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ما يمنع حتى لو كان هو المخطئ أن تقول سامحني، ما يمنع أن تقول سامحني، العفو يا أخي الكريم، هو منفعل وهو المخطئ، تقول له سامحني العفو، ما يمنع ذلك. ادفع بالتي أحسن، كل ما تراه لطفا حسنا لينا. أذكر في ترجمة أحد السلف قرأتها في سير أعلام النبلاء عون بن عبد الله، قالوا في ترجمته: كان إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك، إذا اشتد غضبه من شخص قال بارك الله فيك. هذا سمو في الخلق، رفعة في التعامل. فلما يكون الإنسان يعود نفسه مع الجاهلين بهذه الصفة، الهدوء، اللين، الدفع بالحسنى، كلامهم باللطف، ما الذي يحصل؟ هنا فائدة حقيقة مهمة. الجاهل إذا لم يجد من يعامله بمثل هذه المعاملة الطيبة، كيف ينتقل عن جهله؟ كيف يتحول؟ لابد هو يحتاج إلى قدوة. في هذا الموقف ألزم نفسك أن تكون قدوة له، يتعلم. مثلا إن كنت طالب علم تقول: أنا طالب علم في نفسك وتعلمت، وما تعلم أعامله بالطيب لعل الله. ما يدريك قد يكون تعاملك معه الطيب يبدأ يوجد في نفسه: كيف عرف هذا هذه الأخلاق، هذا التعامل؟ يمكن يحب العلم، يحب مجالسه، يحب الخير. لكن لو كان كلهم سواء، كلهم شدة، وين يتعلم الجاهل؟ فأعرض عن الجاهلين، هذا خلق رفيع جدا. وفي هذا يقول الشاعر: ولقد أمر على السفيه يسبني، فأمر ثمة وأقول لا يعنيني، ما يلتفت لي ولا يقف عند جهله، بل يدفع بالحسنى ويلاطف في الموقف حتى تهدأ الأمور وتلين، ولا يعقب اللين والرفق وحسن التعامل إلا العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.